السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن الباترن سيرشنج. الباترن سيرشنج معناه ان احنا عندنا سترنج كبير وعايزين نبحث جواه عن سب سترنج او نبحث جواه عن كلمه. يعني مثلا عندي السترنج الكبير ده وعايزين ندور جواه على AABA، نشوف هل هي موجوده في السترنج ولا لا، ولو موجوده عايزين نعرف ظهرت عند الاندكس كام. والمقصود بظهرت عند الاندكس كام يعني عايزين نعرف الاندكس بتاع اول حرف في الكلمه موجود فين هنا. فاحنا لو دورنا في السترنج ده هنلاقي ان هي ظهرت 3 مرات. اول مرة موجودة هنا والاندكس بتاع اول حرف هنا 0، يبقى ظهرت عند الزيرو. هنلاقيها ظهرت مرة تانية في المكان ده، ولو حسبنا الاندكس بتاع الحرف ده هنلاقي ان هو 9. هنلاقي برضو ان هي ظهرت مرة تالتة في الجزء ده، وهنلاقي ان الاندكس بتاع الايه اللي في الاول 12. ممكن عادي الأجزاء اللي هي ظهرت فيها تكون متداخلة مع بعض، يعني احنا قلنا ان هي ظهرت في الجزء ده والإيه الأخيرة دي اعتبرناها برضو هي بداية الجزء اللي بعده. يبقى احنا بناخد في الاعتبار ان الأجزاء ممكن تكون متداخلة مع بعضها. مثال تاني، لو انا عندي تكست عبارة عن 4A وعايز ابحث عن الباترن 2A، فأكيد الكل هيطلع ان في 2A هنا وفي 2A هنا، بس برضه لازم ناخد في الاعتبار ان في 2A في النص. يبقى كده الباترن ده ظهر مرة عند الزيرو هنا، وظهر عند الواحد، وظهر عند الاتنين. فالطريقة البدائية للالجوريزم ده او بنسميها النيف باترن سيرش، ان انا ببدأ في السترنج الاصلي من عند الاندكس زيرو. انا هنا محتاج ادور على 4 حروف، يبقى ببدأ من الاندكس زيرو وباخد 4 حروف 0 1 2 3. بنشوف هل ال4 حروف دول هما نفسهم ال4 حروف بتوع الباترن. لو كده يبقى هعمل برنت ان انا لقيت الباترن عند الاندكس 0، وبعد كده بكمل باخد خطوة لقدام، مش باخد ال4 اللي بعدهم، لا انا كنت بادئ عند الاندكس 0، يبقى المرة اللي بعدها هبدأ عند الاندكس 1 وهاخد برضو 4 حروف. أقارن أشوف الأربعة دول هل هم نفسهم الأربعة بتوع الباتر؟ هنلاقي لأ، لأن هنا بدأ بـ AB وهنا بدأ بـ AA. يبقى مجرد إن أنا لقيت حرف مختلف يبقى بعمل سكيب وباخد الخطوة اللي بعدها وهكذا. بفضل أقارن لغاية آخر 4 حروف هاخدهم هيكونوا بداية من الإندكس 12. أقارن ولو الاتنين متشابهين يبقى هعمل برنت وكده، بس المرة اللي بعد كده مش هاخد خطوة لقدام، لأن أنا لو خدت خطوة لقدام يبقى أنا كده اخرج بره الرينج بتاع السترنج الاصلي. يبقى انا اخر مقارنه باخدها بتبقى ابتداء من الاندكس رقم 12. يبقى انا كده محتاج 2 لوب. اول لوب لان انا ببدا من الزيرو، وبعد ما بقارن بتحرك على الواحد، وبعد كده 2 3 4، فمحتاج بوينتر هنسميه اي في البدايه بيشاور على الزيرو، وبعد ما بقارن ال4 حروف الاي بتتحرك بتشاور عند الواحد، وبعد ما اقارن ال4 حروف اللي هما الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة الاي بتتحرك بتبقى 2 وهكذا، واخر قيمة الاي بتاخدها هي ال12. بس كل مرة الاي بتشاور فيها على حرف او كل مرة الاي بتتحرك، كل مرة محتاج اقارن ال4 حروف، فمحتاج لوب تانية. اللوب التانية دي بتمر على ال4 حروف، فهنعمل بوينتر هنسميه جي. يبقى الجي هتتحرك 4 مرات، كل مرة هقارن الحرف اللي موجود في الباترن مع الحرف اللي موجود في السترنج الأصلي. لو الاتنين متشابهين هحرك الجي 1 وأقارن الحرف اللي موجود هنا مع الحرف التاني حسب بالنسبة لمكان الأي. لو الاتنين متشابهين الجي بتتحرك وأقارن التالت مع التالت، لو متشابهين بقارن الرابع مع الرابع. لو متشابهين يبقى خلاص بعمل برنت لمكان الاي اللي هو 0، وبعد كده الاي بتزيد 1. لما الاي تزيد 1 برجع اخلي الجي تشاور على الزيرو تاني، يعني برجع انفذ اللوب اللي جوه تاني، وبرضو بعمل نفس الكلام بقارن الاول مع الاول. لقيت الاتنين متساويين يبقى الجي تزيد 1، الجي دلوقتي بقت بتشاور على الواحد، فأقارن التاني مع التاني. أول ما ألاقي حرف مختلف
بعمل بريك من اللوب بتاعت الجي، يبقى اللوب دي هعمل منها بريك فهتخرج، واللوب اللي هي بتاعت الاي هتكمل، فالاي تتحرك عند رقم 2 وارجع تاني اقارن وهكذا لغاية اما في الاخر خالص الاي هتشاور على 12، يبقى ساعتها هقارن الحرف اللي عند الـ12 والـ13 والـ14 والـ15 مع الباتر. طب احنا عايزين نعرف كل لوب، اللوب بتاعت الاي واللوب بتاعت الجي، كل واحدة منهم هتتنفذ كام مرة. انا لو جيت اعمل الفور لوب بتاعت الاي بقوله فور اي ان رينج، عايزين نعرف بقى اللي احنا نكتبه في الرينج ده بيساوي كام. في البداية هنفترض ان السترينج الاصلي اللينس بتاعه ان، والباترن اللينس بتاعه ام، يبقى هنا اللينس بتاع ده ان واللينس بتاع ده ام، هنا الام بتساوي 4 لان انا عندي 4 حروف في الباترن، وفي المثال ده الان هنا ب16. المفروض ان الاي تبدأ من الزيرو وتنتهي اخر حاجة الاي هتساوي 12، يعني هتقف قبل الـ13. احنا لو كتبنا for i in range n يبقى كده اخر قيمة الاي هتاخدها، احنا هنا الان ب16 والرينج قلنا مش بتوصل لاخر قيمة، يبقى اخر قيمة الاي هتاخدها ب15، يبقى كده الاي هتتحرك من اول الزيرو لغاية الـ15. بس احنا مش عايزين ان انا اقرا اخر حرف يبقى 15، احنا عايزين اخر حرف يبقى 12. طيب ايه علاقة المسافة دي بالباترن اللي عندي؟ هلاقي ان المسافة دي 4 حروف هي نفسها عدد الحروف بتاعت الباترن، يبقى انا لازم النهاية بتاعت الرينج دي اطرح منها نفس عدد الحروف بتاعت الباترن. فاول حاجة هفكر فيها ان بدل ما كانت 15 دي، لا 15 دي هطرح منها الام، يبقى for i in range بدل ما كانت n هطرح منها الام، يبقى n ناقص الام. بس كده بدل ما كانت 15 احنا طرحنا من 15 4، فهلاقي ان اخر قيمة الاي هتاخدها هي 11، مع ان انا عايز اخر قيمة الاي تاخدها 12، فاضطر ان انا اجمع 1 على الناتج ده، يبقى الرينج بتاع الاي هيبقى n اللي هي 15 اطرح منها الام عشان تساوي 11، وبعد كده اجمع 1 عشان تساوي 12. والقاعدة دي عامة مهما كان اللينس بتاع الباترن او السترينج الاصلي. طب بالنسبة للوب بتاعت الجي، اللوب دي مباشرة جدا، احنا مجرد عايزين الجي هنا تمر من 0 ل 3، واحنا عارفين ان الام ب4، فاحنا لو كتبنا فور جي ان رينج وكتبت ام، الام هنا ب4 والرينج مش بتوصل للاخر، فهيعد من 0 ل 3، هو ده اللي انا عايزه، عايز الزيرو، عايز الجي مره تبقى بتشاور على الزيرو، مره 1، مره 2، مره 3. يبقى انا كده عرفت اللوب الخارجيه واللوب الداخليه، كل واحده منهم الرينج بتاعها هيساوي ايه. طيب عايزين كده نعرف ايه الكود اللي هيتكتب جوه اللوب الداخليه. المفروض ان انا بقارن الحرف اللي موجود في السترنج الاصلي مع الحرف اللي موجود في الباتر. نفترض مثلا ان انا كنت بقارن الـ4 حروف دول، يعني الاي كانت عند الزيرو واللوب بتاعت الجي هتتنفذ 4 مرات، مرة جي بزيرو، مرة بواحد، مرة اتنين، مرة بتلاتة. لما تكون الجي بزيرو انا عايز اقارن السترينج الحرف اللي موجود في السترينج الاصلي اللي موجود عند الزيرو، ولما جي تتحرك تبقى عند الواحد عند الحرف ده انا عايز اقارنها بالحرف ده اللي هو عند الواحد برضه، ولما اجيب 2 هقارن مع الـ2، ولما اجيب 3 هقارن مع الـ3. فأول حاجة هتخطر في بال الواحد إن هو هيقارن الحرف اللي موجود في السترنج الأصلي، وليكن السترنج الأصلي اسمه تكست مثلا، الحرف اللي موجود عند الجي هيقارنه مع الحرف اللي هو موجود في الباترن عند الجي برضه. وفعلا القاعدة دي تنطبق على أول مقارنة، يعني أنا هنا لما اجيب زيرو هقارن الزيرو مع الزيرو، ولما اجيب واحد هقارن الواحد مع الواحد. بس هنلاقي ان القاعدة دي ما ينفعش تتطبق لو انا الاي ما كانتش بادئة عند الزيرو، يعني انا مثلا عايز اقارن الـ4 حروف دول مع الـ4 اللي عند الباترن، فعلا انا كده بقارن التكست اوف جي مع الباترن اوف جي،
شوف كده الباترن اوف جي، فعلا الجي واحدة قيم 0 1 2 3، يبقى باترن اوف جي صح. لكن تكست اوف جي هتقارن لي تكست اوف 0 1 2 3، مع ان انا عايز 1 2 3 4، فيبقى في غلطة هنا في التكست اوف جي، المفروض ان هي ما تبقاش تكست اوف جي. طيب ايه ازاي بقى نخليه يقارن الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة؟ احنا بقى لو جمعنا الاي على الجي، واحنا عارفين في الاتريشن دي ان الاي بواحد، فانا القيم بتاعت الجي واخدة قيم من زيرو لتلاتة، لو انا جمعت عليها الاي اللي هي بواحد يبقى هتاخد قيم من واحد لاربعة مش من زيرو لتلاتة. يبقى انا بقارن تكست اوف اي زائد جي مع الباترن اوف جي، باترن اوف جي دايما ثابتة لان الجي كل مرة يعني كل اتريشن الجي بترجع تاني من عند الزيرو، فبقارن 0 1 2 3 والمرة اللي بعدها 0 1 2 3 0 1 2 3. لكن في التكست الأصلي مش كل مرة ببدأ من عند الزيرو، لا أنا كل مرة ببدأ من عند الأي، وابتداء من الأي بتحرك حسب قيمة الجي. لو الجي بصفر يبقى أنا هقارن الحرف اللي موجود عند الأي اللي هو الحرف ده، لو الجي بواحد يعني لو الجي موجود عند الحرف ده يبقى أنا هبدأ من عند الأي وهجمع عليها واحد أقارن الحرف ده، لو الجي باتنين يبقى الحرف ده هبدأ من عند الاي واجمع عليها اتنين فهيجيب الحرف ده، ولو بتلاتة يبقى هنا من عند الاي هجمع تلاتة فهيجيب لي الاربعة. يبقى انا كده بقارن كل مرة تكست اوف اي زائد جي مع باترن اوف جي. فاحنا كده عرفنا شكل الكود. الكود هيبقى عندنا اتنين فور لوب جوا بعض، دي الفور الاولانية بتاعت الاي ودي الفور بتاعت الجي، كل مرة هقارن الحرف اللي عند التكست اوف اي زائد جي مع الحرف اللي هو باترن اوف جي. لو الاتنين متساويين هيكمل، يعني لو الاتنين متساويين مش هيعمل حاجة، لكن لو الاتنين مش متساويين المفروض ان هو يعمل بريك من اللوب بتاعت الجي. طب انا هعرف منين ان الاربع حروف متساويين؟ هعرف ان الاربع حروف متساويين لو انا ما عملتش بريك من اللوب بتاعت الجي خالص، يعني لو الجي وصلت عند التلاتة، وصلت عند النهاية بتاعتها يعني اللي هي M ناقص واحد، هنا كانت ال M بأربعة فالنهاية هنا أربعة ناقص واحد اللي هي تلاتة، فأنا هقول له بعد ما تخلص اللوب بتاعت الجي لو وصل إن الجي طلعت بتساوي M ناقص واحد، يعني الجي وصلت للآخر وأنت ما عملتش ولا بريك في ولا مرة، يبقى أنت كده لقيت الباترن موجود، وإحنا عارفين إن بداية الباترن موجود عند ال R. دلوقتي نكتب الكود. يبقى احنا هنعمل فانكشن اسمها نيم سيرش بتاخد مني الباترن وبتاخد التكست اللي هو السترنج اللي انا بدور فيه. هنعرف الاول الام والان، الان هي اللينس بتاع السترنج الاصلي اللي هو التكست، والام هي اللينس بتاع الباترن. قلنا محتاجين اتنين فور، الفور الاولانية الرينج بتاعها حسبناه ان ناقص ام زائد واحد، وقلنا ليه بيطلع ان ناقص ام زائد واحد. اللوب التانية بتاعت الجي والرينج بتاعها بيبقى ام، بقارن كل مرة العنصر اللي عند التكست اوف اي زائد جي بقارنه مع تكست اوف بقارنه مع باترن اوف جي. قلنا لو الاتنين متساويين مش هيعمل حاجة، انما لو الاتنين مش متساويين هيعمل بريك من اللوب بتاعة الجي. كلمة بريك لما يكون عندي اتنين فور لوب واعمل بريك في اللوب اللي جوه، فهو بيعمل بريك من اللوب اللي جوه بس مش بيعمل بريك من الاتنين، فانا كده بقوله اعمل بريك من اللوب بتاعة الجي في حالة ان انت لقيت حرفين مختلفين. لو لقيت حرفين مختلفين ما تكملش المقارنة، والاي هتتحرك على العنصر اللي بعد منه عشان تقارن الاربع حروف اللي بعد كده وتكمل. لكن لو الجي وصلت واتأكد ان انا كاتب الاف دي بره الفور التاني، لو الجي وصلت لام ناقص واحد يبقى انت كده وصلت للحرف الاخير وما عملتش بريك ولا مرة. لو كده يبقى انت لقيت الباترن، فهنطبع رسالة هنعمل برنت واقول له مثلا باترن فاوند ات اندكس، وعايز اكتب قيمة الاندكس. ما ينفعش اعمل كونكاتينيشن مع الاي كده على طول، هيديلي ايرور. لازم في البايثون لو انت عايز تعمل كونكاتينيشن بين سترينج ورقم، لازم الرقم ده تحوله لسترينج. عشان تحوله لسترينج في فانكشن اسمها str بتاخد الرقم وبتحوله لسترينج. ده كده ببساطة الكود بتاع النيو سيرش لو عايزين نجربه.
هنده على الفانكشن بتاعت نيف سيرش وابعت لها الباترن والتكست، الباترن اللي هو اي اي بي اي، وده التكست الكبير اللي احنا شرحناه في المثال. لو جيت اعمل ران فلاقي قال لي باترن فاوند ات اندكس 0 و9 و12. عايزين نشوف التايم كومبلكسيتي بتاعت الكود ده. احنا هنا عندنا 2 فور لوب، هنا الفور دي عدد الخطوات بتاعتها ان ناقص ام او ان ناقص ام زائد 1 يعني، وهنا الفور دي عدد خطواتها ام. يبقى عدد الخطوات الكلية ان انا هضرب الاتنين دول في بعض، يبقى التايم كومبلكسيتي عبارة عن ان ناقص ام زائد 1 كل ده مضروب في ام. وممكن كنت احمل الزائد 1 دي واقول ان التايم كومبلكسيتي هي ان ناقص ام مضروبة في ام. طبعا احنا عارفين ان البيج او بتعبر عن الورست كيس، يبقى دي الورست كيس. طب ايه هي البيست كيس؟ عشان نشوف البيست كيس عايزين نعرف اقل عدد من الخطوات ممكن الكود ده ياخدها. احنا كده كده احنا عندنا 2 فور لوب، الفور لوب اللي بره كده كده غصب عني لازم تتنفذ كل الاتريشنز بتاعتها، لان الفور لوب اللي بره مفيش حاجه بتوقفها، لكن الفور لوب اللي جوه ممكن يحصل فيها بريك، يعني في حاجة بتوقف. بيحصل بريك لما يلاقي حرفين مختلفين، لما يلاقي حرف اللي هو بيقارنه في الباترن مختلف مع الحرف اللي بيقارنه في السترينج الأصل. طب لو أنا مثلا عندي حاجة زي كده، أو الحرف ده، لو الحرف ده مثلا إكس، نشوف كده الكود هيمشي ازاي. هياخد الاربع حروف دول من اول عمليه مقارنه، هيقارن الاكس مع الاي هيلاقيهم مختلفين، فالفور لوب اللي جوه دي هتعمل بريك من اول مره، والاي هيزود عليها واحد فهيقارن الاي والاكس، فبرضه الفور لوب اللي جوه دي هتعمل بريك من اول مره ويزود عليها واحد. يبقى عشان الفور لوب دي تعمل بريك من اول مره لازم اول حرف في الباترن يكون كل مره مختلف عن اول حرف في الاربع حروف اللي انا بقارنها. يبقى دي كده البيست كيس، هلاقي ساعتها ان الفور لوب دي كل مره بتتنفذ مره واحده بس، يبقى الكومبلكسيتي بتاعتها او اوف 1، وهنا الكومبلكسيتي بتاعت دي ان ناقص ام زائد 1 او ان ناقص ام بس. يبقى كده التايم كومبلكسيتي كلها اللي هي بتاعت البيست كيس هتبقى ان ناقص ام زائد 1 بس او ان ناقص ام. طب ايه هي الورست كيس؟ الورست كيس لو انا عندي مثلا سترينج بالشكل ده، وده مثلا الباترن، فألاقي كل ما اخد اربع حروف كل مره لازم الفور اللي جوه تتنفذ اربع مرات، لان الفور لوب اللي جوه احنا قلنا بتخرج لما الاقي حرف مختلف. هنا مش هيلاقي ولا حرف مختلف، هيلاقي الاول متشابه مع الاول فهينفذ الاتريشن اللي بعدها، التاني مع التاني هينفذ الاتريشن اللي بعدها، التالت مع التالت، والرابع مع الرابع. يعني الفور لوب اللي جوه دي اتنفذت كل مرة ام من المرات، مفيش ولا مرة منهم عملت سكيب الحاجة لأن الحروف متشابهة. فيبقى ساعتها هيحقق الورست كيس اللي احنا قلناها ان ناقص ام زائد 1 مضروبة في ام. أو حتى لو كان الحرف الأخير ده مختلف برضو ما زالت الفور لوب دي هتتنفذ أربع مرات، لأن هي الأولى هتماتش مع الأولى فهينفذ الإتريشن، التانية هتماتش هينفذ، التالتة هتماتش، وغصب عنه هيدخل في الرابعة هيلاقيها مش هتماتش، بس هو هيكون دخل في الرابعة خلاص. يبقى هو برضه اتنفذت ام من المرات، يعني برضه حققت الورست كيس.